هو عندي رولكا في الدار اللي هو زوجي. أول مرة أول ما بدينا معناتها بعد ما عرسنا ولينا نعيشوا مع بعضنا في الدار، وصارت كا إنه الحيوان هذا دخل معناتها بيت النوم. في خاطر كي تحكي على الحيوان هذا يكونش علينا في يكونش أنا نحكيو على فيلم رعب ولا معناتها مش تنين اللي دخل له، والله ما هوش فيل وما هوش صيد وما هوش نمر، والله لا أخسر. خلينا نبقى أنا الحيوان هذايا، الحيوان هذايا عندي أنا معناتها حطني قدام بيها باش نقول لك حاجة، ما نعرفش كان تعرفها سحالي كومودو، نتصور أعظم حاجة نجم تصير هكا تعرض العبد قدامه. إلا لو كنت تعرضني الحاجة هذه ما نخافش منها، مش ما نخافش، خاف خوف عادي بتاع واحد يزمو يهرب باش ما يتأذيش. أما أنا الحيوان هذا على كثر هو بيدو يخاف، أنا معناتها ساعات هكا نقعد نحللها بيني وبين روحي، نقول هو بيدو يخاف. أمي قداش مرة تقول لي ريم بنتي راه هو الحيوان هذا يخاف منا، يحاول ديما يهرب. اي نقول لك شي باش العباد راني جو سوي اوبليجي باش خاطر العباد باش تخير كلمه زايده ولا حاجه ما نحبوش نقولها، نحكيو على الوزغه من قبل واحنا ما نجموش ننطقوا كلمه وزغه على خاطر انت كل ما تسمع كلمه وزغه انا ما نحبش نذكر الاسم، وحتى في الكلام كل يوم ديما مسميتها لاكوست. عندي انا لاكوست وي نقول انه ديما كي حتى كي نبداو نحكيو حتى لاكوست راهو تمساح. اي نعرف هو عندي انا، انت تقول تمساح، عندي انا حتى في مخي لامارك لاكوست باش كل مره نحكي عليه يمشي في مخي، هي كالتصويره المحطوطه مثال على البول ولا على هكا باش تثبت سامباتيك روز فوالا كيكاي باش نجم نقبلها. على خاطر انا الحيوان هذا مسبب لي ازمه كبيره في حياتي، مأزمني. يا اخي سامحني، انت وين تسكن؟ تسكن مع العبيد، نسكن معناتها لا ما تسكنش في حانوت لاكوست، معناتها على خاطر واحد يرى كعبه لاكوست مرة في الفيل عاده. اي صحيح ولا انا غلط؟ ما صحيح. ما همش قطعه هذوما باش تراهم ديما صحيح، معناتها لكن ما في الصيف معناتها احنا نراو كعبه لاكوست بعد رقدش. بالضبط. انت كيف ترى كعبه لاكوست شنو يصير فيه؟ احنا عندنا جنينه للاسف معناتها مشتركه مع سبونسوريزي بالجيران، والسيد الجار معناتها ماهوش معناتها مستحفظ برشا على المحيط نتاعو هو بحذاه، وانا عندي كجنينه هذيك فيها شجره ومعناتها تبارك الله انيمي، انا نفر نحبها لكنها فقت بها لي معناتها وليت لي سبب تعاستي انا في الدار، وليت مظبيه ديما نسكر كل شيء عندي انا مسكر، انا صيف وشتاء مركبه معناتها 100,000 حاجه على حاجه على الشباك وعلى الباب بوغ ايفيتي كي ندخل اي بقعه هكايا، نحاول نحرك كل شيء اللي موجود فيها نحاول نحركه. نقول وين تعرف سبحان الله، ما تقوليش مثال البقعه الا ما تكون انت عايشه. انا باغ اكزومبل صارت لي كافي كلينيك كما كانت تحكي المدام قبيله، راهو بالحق مشيت نعمل في بتيت اوبيراسيون هكا، معناتها مش اوبيراسيون معناتها انترفونسيون، والانترفونسيون هذيا يلزمك ترقد على ظهرك مده ساعه ما تتحركش باش تتم معناتها العمليه، تنجح العمليه. خاطر انا عديت اعوام وانا نعاني من مشكله الانجاب، دونك العمليه هذه عندي انا مهمه على الاخر. حطيت فيها فلوس وحطيت فيها اعصابي وبدني وكل وكها، وحط عملتك العمليه هذيك وقلت الحمد لله هاي تو نعمل على ربي، ندعي ربي فك الساعه هذيك وانا على ظهري نقول يا ربي وقتاش معناتها. ودانكو هكايا هو الكلينيك معروف معناتها تري كونو وفي زون ياسر، والشباك ما جوست محلول خاطر تقصر بيع وقتها وتعديت وهي تعديت وانا وهو الطبيب قال لي رد بالك تهبط، معناتها مش حتى رد بالك معناتها معروفه هي ديجا العمليه هذه لازمها ساعه وانت تكون على ظهرك تهبط سيكو ساي، معناتها مشيت معناتها ضاع كل شيء تحت في الماء، تعدى الحيوان هذاك هبطت كيكه معناتها ما نعرفش اسكو نحسه قاعد يلحق فيا انا، ما نعرفش اسكو انا هكاك بزهري ولا هو قاعد يجري في جرتي الحيوان.